You are good, you are good. Everybody says you are good. You are good, you are good. Everybody. Everybody says you are good. You are good, you are good. Everybody says it's fine, you are good. You are good, you are fine, you are good. In Malakal we will say, you are good. Oh, in Juba we will say, you are good. South Sudan we will say, you are good. Hallelujah. بصراحة عن كده أنا اسمي أغوستينو جون داك أنا من أبناء جنوب السودان وبعدين ده حاجة كويسة عشان واحد يتكلم عن قصة بتاع الحياة بتاعه يعني حياة بتاعي في الماضي كان حياة مؤسف جدا أنا ما قاعد أريد المجتمع عشان أنا أقعد في وسطهم وأنا بريد عشان أنا أعيش إنسان منفرد من المجتمع وحقيقة ده قرار طلع مني أنا لأنه وكده واحد يقعد في وسط المجتمع هيحصل مشاكل كثير اخر من ما واحد يقعد برا. السلام عليكم. كيف يلا كويس؟ الحمد لله. تفضل. كيف عامل كيف؟ والله كويس يا اخي. كويس انا؟ ما في اي مشكله. انا كويس الحمد لله. اخبارك شنو؟ الحمد لله. انت مالك بتحب تقعد برا تعيش برا مالك بالمشكله وين؟ أخو الله يا أخوي زي ما وريتك يا مراد بأنه يا أخو جوار في الوسط الناس ده أصل ما بنفهمها يا أخو وايد أقول براو كده زي ما أنت اللي قدامي قبل شوية أنت مش شايفني أنا قاعد براي ولا حاجة كده يعني أنا ده خيار أنا شلته يعني فأنا هسه أقول لك شنو في الدنيا ده الحياة تواكب لازم تتواكب مع المجتمع لازم تشارك مع المجتمع لأنه أنت براك كده يعني ما بتقدر تعمل شيء في المجتمع فا وكتتواكب مع المجتمع المجتمع أنا وأنت والآخرين فهو كنت يعيش برا كده فالحياة ما بوديك لقدام لكن كنت نعيش كلنا مع بعض فهنقدر نبني مستقبل كويس هنقدر نبني مجتمع بتاعنا كويس هنقدر نبني دولة جديد ودولة سامح جدا فالأفضل أن احنا نمشي سوا نواكب حياتنا بصورة رسمي وبصورة عادي فأنت في حياتك برا وكنت تعيش برا كده أنت بتفكر في حاجات ما كويس حاجات كتير ممكن تفكر ل حالة بتاع انتقام بتاع نفسك حالات بتاع انتحار ولا انت في حياتك ذاتك براكنا ما هتقدر تعمل اي شيء لكن انا وانت يا المجتمع انا وانت يا الدولة فمن الان لا سيدا نمشي سوا نعيش كأننا اخوان وانا بساعدك في اي شيء وانت برضك بتساعدني في اي شيء لكن انا بقدر عليه كيف ده طبيعي يعني انا بس يعني ده طبيعي وده قرار انا شلته من فترة يعني لي فترة هذه انا قاعد اقعد برايز يعني فالإنسان مقابل تغيير تهدى الزمن فالسمي في حياتك ولا الأفضل في حياتك لازم تعمله إذا كلامه ده مفيد فعلا ومؤثر بحياتك ومؤثر في قلبك لازم تسمع كلامه ونمشي سوا زي ما قرينا زمانك أنت كنت عايش براك كنت بتمشي براك لكن من الآن فصيدا ممكن نمشي سوا ممكن نشارك أفكارنا سوا خلاص ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة في كلامك أصلا يعني زي ما قلت بأنه ما في إنسان بقعد براه يعني حياة مشاركة يعني اللي تبدي جيني يعني لأنه أصلا أنا ما والفت عشان أمشي المستنى اللي تبدي جيني عشان بعد أنا نعرف المجتمع واصل بتاعنا أنا بجيك أي زمن أي ساعة أي زمن أنت دير نكون معك أنا حكون معك وأنا حياتك أنا أشاركك في حياتي وأنا بشاركك في المجتمع بتاعي والمجتمع مجتمع بتاعنا أكيد من الآن فصيلا فأنا هنا أصدقاء فما تعيش براك تاني لو وحدك لازم نعيش سوا بس ما عندك مشكلة Yang dengan cora marso kamdang, ya kau baju nubu sudan di siang. Tiap amat, ya kau baik kau sijik, kau damri.
febere yanu de zamer mia ya alpeno kama sacher chare sita be wa zamer mia no mir ma doye doy ma sel da wodo ngoy chanker ela da jimati ma bi kamone mi sel amane akala mi sel amane ka bada pe kali da ke duone ya rum ke zamer mia amane ba doye lo komi ga doga doge be wa mi sela e kama pe zamer mia amane ako kama ala shi pe na kal jama na mangme mi sha kal mangme to go zi pe en mu tama be mu tama e ka kel doj pardon pe be ta nu we ba kel pa de gin ma doj go sa me mi mi amane en en bi en sha mi sha la mana cho go en fa de minut ase fo ba ma jog la no wa wa mu go ki ta sa mo ka me fa dina roman ne wi wa be ra to o beere ba xibaara kaame en xata mo na ci a sian ko dogu ci bla no kullu ma ka be da xata din ca go ke salla din ca dal xata mo ta dina ramaan ba ke wa beera na ci le amet e ya ma wa ene ru mara ma te ya ni sare ko bi te o ko da je yi bi ko ne ya yi go ka tro ble ya ya na be pi o ram te o e kay ne ko pa ya ma go ya ne ko de ni mi amen ya ma na ma go ya le ma wo be o ba ni me go sia da pe ke ko doy te o gina go gi doy fo ya ma jo Salam mama. Kek beldi. Mali gid bidri alela. Wala wasal tarazni ya mama. Ana mashi al madrasa ina. O galo le gal malabis bita madrasa mafi. Kan ne jil bere shane sharle malabis ta madrasa. Wana jil bordo karaz bita bordo bita riadat mafi. Lakin ana jaile gasi shan bare tehil mushkila da. Hay hay ma kamal wa jaras. Taba ne tbtarif ni ana ma shagal. Ya mama. Taba ne ya mama bita. Ajal ba sallan da mun shi madrasa ba gadi ana biji shi ana wuri da mustaqbali am shi shagal fi suq mu da gale guru shi ta da madrasa mu na yi mai da guru shi lani tarifin taba na na ma shagala min wai ne jib guru shi ta da madrasa so guru shi ta da rusu ya mama kalam bita ku zai ta ma shagala lakin fil madrasa na a jama'a ma bugbolo a shi anan nagra bidun libis rasmi bita madrasa wana yi ta musul bin nisbale wana ma shagal ita aslan ma ati ma inda gabu شغلك شنو ابوي قاعد رفضني قاعد اقول قال ما موصول بالنسبه لي يا عشان كده انا بعتبر قلت يا امي اديو قاعد اتفق معي عشان كده انا قاعد اجيب اذا كان مشير لابوي سي ابوي بشاكلني كيف مع ابوك ما عنده زمان ما عنده قروش للملابس يا ماما انا شي بس يلا سي في بيورسي اي حاجه كان قالوا نال بتاك ما فيش ام طوالي بشر له نال بمشي المدرسه كان بقى ملابس ما في ام برضه بشر له ملابس وبمشي المدرسه انا مالي في نفسي انا قاعد نجي البيت بجانا قاعد زي ولدكم في فرق بين ننزل انا نازل امس لانهم شغالين لكن انا ما عندي شغل من وين اجيب قروش يلا ماما نسرق يلا ماما سي انا اخلي مدرسه والنبي نشهد في الشارع معلش ماما كلامك كويس برضه لكن اسي مدرسه ده ممكن نمشي قدام ماما وانا زي انتو ما عارف عشان كده نقرا عشان يوم من الايام نقدر نساعدكم في تاب بتاعكم لو انتوا عايشين ممكن دخل المدرسه ده مدرسه ما ضروري اوكي دخل المدرسه هاي دي انت زي ماما هاي نفس الكلام ابوي قاعد اتكلم نفس انت زي ده قاعد اقول له يا ماما هاي ما كلام زي ده ما كويس يا ماما كلام زي ده ما كويس ما تزعجني اوكي انا ماشي خلاص كويس نمشي يا ما واد يا من شنو في حياته يا جماعه هيا بيجي زيد يا جماعه واد يا من شنو يا جماعه سنه الفات برضو كذلك زيد ما عنده ولا نالته مدرسه ولا ملابس تاع مدرسه نفس السنه برضو كذلك برضو دفعات كل سنه ماشي قدام والله كلام زيد ما في داعي زل حياه بتاعي 24 ساعه بتكلم مع امي باب ما بقول لي ما بسمع نزات ابوي زاد برضو ما بسمع كلام بتاعي انا زاب نفسي زاد ما في فداي زاد عشان اتم نفسي في حياتي زيد انا زاد اخر زاد نمشي زاد واري شو ما رب وين كان في طريق زاد نشوف لاعب زاد نمشي نقتل نفسي بلاش من حياه زاد يا سلام يا جيران يا جيران تعرف شنو تعرف شنو انت ما بعرف يا حاجه يا سلام يا كنت نكون جيران البجايده زول ده ريش نفسه بعدين انا ما بقول كثير ورا كلام حقيقي يا جيران ولا كلامي حقيقي غير اللي ورا بابا كده دقيقه يا منو لا لا وما كده وما كده يا سلام امسك كويس امسك كويس اقعد اقعد انت اقعد اسمعني رجوم وين
قلبه كيف؟ قلبه كيف؟ خليه وشرب مويه؟ وشرب خلاص. اوكي خلاص كويس. اسمعني يا اخوي كدروك كدروك. كدروك. كدروك شوي على خلاك. انت منو؟ انا اخوك. انا اخوك جيران انا ساكن معك انا ودجارتك كمان ساكن معنا في الهله ده كله. سو كده دقيقه اخوي انا بدي اقول لك شنو؟ مشكلة شنو انت لو عندك مشكلة ما تتراول الناس ده مشكلة بتاعهم ناس بيت اوكي 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 بتاعهم مي وابوي كلهم زاد دقيقة خلاص 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 سو انت انا بقول لك شنو بينو ده وخذ ناس يدي يو جاريت نلقى ده بجاي كويس انت لو عندك مشكلة اخوي شغل ما حاصل لك اي اسرة عندك مشاكل في بيتهم ها يا جفاف مشاكل الدنيا كله زايدة كويس كلام بتاع كويس يا ماما لكن انا تعبت الكلام ده ما اول مره بالنسبه لي وما ثاني مره بالنسبه لي كله دائما اجاز رقاد اسف لكن يا اخوي دائما الدنيا دي دير له سبب صبر كل ما تصبر ده تقول له بكون كويس بالنسبه لك ولا انت لو في مشي لقايا وجاك يعني انت مشيت قبطت اي زول بشاره قلت له يا اختي يعني انا عندي مشكله كده ولا يا اخوي انا عندي مشكله تقول له ممكن يحل لك مشكله بتاعك لكن فكره بتاعك ده فكره كاف ولا يا اختي انا ما كنت عارف انا فكره ده كاب بالنسبه لي لكن انا شلت الفكره ده عشان احل نفسي من مشاكل كتير مره وايد دي برضو انا فكرت زي ده برضو ده ما حل هلا لا قال لي يا اخوي ثاني انت ما تحاول تجرب شكل زي ده ولو انت شفت زول ذاته انت ما تقول ولا تشجع انت لازم تنسى زي ما عينك جيني نسانات كلامك كويس يا بابا كلام بكره كويس يا بابا انت عملت حاجه كويس يا بابا ربنا يخليك وانت برضه يا ماما كلام بتاعك كويس اصل ما انت اسي انا كان زاد الليله زي ما بفطر زي ما بتعشى زاد اوكي شكرا لكم اسي ده عشان انت تغير جو بتاعك ورا نفسي نتماشى في الشارع شويه لك لو في طريقه قوم قوم لا عشانكم بس والله لو ما عشانكم بس انا ما بمشي دي والله تعرف يا صاحبي او يا ولدي انت بصراحه كده انا قدر لك جيت انا شفتك طبعا في مشاكل يعني اي زول حاسس بمراره في قلبه لكن يا اخوي انت لازم تقبل زي ما الناس قاعدين وقد كنا عايشين احنا عايشين يعني في مكان كان كويس ما في اي مشكله للزول لكن انت كل ما تجمع افكار وانت تقول تقرر زي ما قرار بتاعك انت عملته قبل شويه كلام زي ده ما كويس فانا بتمنى منك يا اخوي انت تخلي كلام زي ده وانت ترجع قلبك تقول زينا انا هسي ما عندي حالنا انا قاعد براي ما عنده ما عنده لكن من خلال المجتمع بتاعي انا قاعد موجود ها فانت يا اخوي لازم تصبر وكاين نيجا كاين يما سيرفي ودا دي لا ما يجو فاي